الدفعات الأولى لانسحاب قوات التحالف بدأت فعليا بمقابل دخول يعني أو تواجد حلف الناتو بقيادة إيطالية. كيف من الممكن أن يكون هذا التواجد وفق أي إطار سيكون؟ هل هو وفق الاتفاقية الاستراتيجية أم ربما هو سيكون ضمن أو ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي؟ نعم، هذا ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي الذي تم الاتفاق عليه، خصوصا بعد زيارة السيد الكاظمي الأخيرة إلى واشنطن واجتماعه بالرئيس بايدن. وكلا التصريحين ما خرج من ماكنزي الجنرال ماكنزي وما خرج من تصريح الحكومة العراقية حقيقة كلاهما في الاتجاه الصحيح، لأن كل يعبر عن من زاويته الخاصة عن وجهة نظره. الوجود الأمريكي بصفتهم مستشارين وفنيين وخبراء بالإضافة إلى قوات الحماية الخاصة بهم، الدعم اللوجستي، هؤلاء جلهم عسكريون ويرتدون البزة العسكرية ويحملون السلاح الأمريكي طبعاً الخاص بهم. على هذا الأساس ما أعلنه ماكنزي هو حقيقة واقعة على الأرض، إنما القوات التي انسحبت هي القوات المارينز، يعني ما اختلف ربما يعني هو فقط العناوين أم المهام أستاذ معن؟ لا أيضا انسحبت قوات مقاتلة، وما عرض في الوثائق التي تم بثها هذه حقيقة، لأن المؤسسة العسكرية العراقية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لم تعد في حاجة ماسة إلى وجود مقاتلين أمريكان إلى جانب أو من التحالف الدولي إلى جانب القوات المسلحة العراقية، تمتلك من المهنية والخبرة ومن فنون القتال، وعذري في ذلك ما قامت به من تحرير المحافظات عام 2017 التي كانت ترزخ تحت نير داعش وإنهاء أسطورة الخرافة الإسلامية. إنما ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي، وهذا ما تم الاتفاق عليه وإبقاء هذا العدد الذي تحدثنا عنه، هو أنهم مدربون وخبراء وفنيون واستشاريون، ومن ثم الدعم اللوجستي وأعمال الصيانة. نحن نعلم أن معظم السلاح في الجيش العراقي الآن هو سلاح أمريكي، عتاد أمريكي، هناك تدريب وتسليح وتجهيز وصيانة للقوات العراقية من ناحية وللسلاح الأمريكي من ناحية أخرى. إذا القوات المسلحة الأمريكية موجودة بهذه المسميات، وحتى هي طبعا في حالة استعداد عن الدفاع عن نفسها. طيب وجود حلف ناتو سيكون وفق ماذا؟ والأعراف لا إشكالية على تواجده، يعني لماذا يعني ربما هو الاعتراض فقط على الوجود أم عن القيادة؟ من سيقود هذا التواجد؟ حلف الناتو وإن كان بقيادة القوات الإيطالية طبعا، ولكن نعلم أن الحلف الناتو هو أيضا تحت سيطرة الجانب الأمريكي، يعني القوة العظمى الأكبر في حلف الناتو وفي التحالف الدولي وفي العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. فوجود هذه القوات هو عامل معزز أيضا يملأ الفراغ ويساعد القوات الحكومية. وطب نحن نعلم أن الإمكانيات التي تمتلكها قوات التحالف وقوات حلف الناتو لا تمتلكها أي دولة أخرى في العالم، ليس فقط العراق، لذلك هي تصب في صالح دعم القوات المسلحة ومحاربة الإرهاب. طيب إذن أستاذ معن، إذن ربما تتفق معي بأن هي المعلومة الاستخبارية هي ما تفتقدها القوات العراقية أو الجانب العراقي، وما يتفوق به التحالف الدولي أو الجانب الآخر على العراق هو بتوافر المعلومة الاستخبارية التي يفتقدها الجانب العراقي، وربما هذا يرجح كفة التواجد على الانسحاب. أتفق مع ما تفضلت به، وهذه حقيقة واردة. كون أن التحالف الدولي الولايات المتحدة حلف الناتو يمتلك من الإمكانيات، من الأقمار الصناعية، من التكنولوجيا، من أجهزة الاستشعار
في المعلومة الاستخباراتية أيضا ما لا تمتلكه أي جهة، ولا بد من التنسيق هنا بالنسبة للمؤسسة الأمنية العراقية حقيقة. لا بد من التنسيق أولا مع الدول الجوار، مع المحيط الإقليمي ومن ثم المحيط الدولي، لأن كما ذكرنا داعش ليس تنظيم محلي عراقي. داعش تنظيم عالمي يضرب في كل المنطقة ويضرب حتى في أوروبا وأمريكا، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى تبادل المعلومة وإلى أخذها من مصادرها لتسهيل العمليات العسكرية الميدانية على الأرض. إذن الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ معنا جبور، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.